أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صيد الحمار وكذلك شراؤه وبيعه؟ صيد الحمار، حمار الوحش، نعم، صيد الحمار حمار الوحش، نعم. وأما حمار الأهلي هو حرام، لا يجوز صيده، هو ليس من الصيد ولا يحل بالصيد. إن كان قصده أنه إذا نفر الحمار الأهلي أنه يستعمل معه الشيء الذي يمسكه، الشيء الذي يمسكه للناس، فلا بأس بذلك. أما إن كان قصده أن حكم الصيد، لا، حرام، ولا يكون حكم الصيد. وأما بيعه يجوز بيع الحمار الأهلي. نعم.